من شفته بتقول له اجي لعندي على حالك، شنو طالع خلقي منه كل النهار. ظلمناه وعطينا اذننا لكلام الناس يلي ما بيخلص. اصلا ما عطت اذننا لاهل الحاره بالحكي اللي طلع عليك. شو يعني؟ يعني في حدا سبقنا وما خلاهم يخطفوها للست مطيعه. يلا يلا. شو امرته يحتاج راسي بدك تروح على المستشفى؟ قلت لي ما زالك بتعرف. خلينا نهرب من الحاره بلا ما يرجعوا يحبسوك واخسرك او يقتلوك لا سمح الله. شاهدوا هذا المسلسل مجانا على موقع شوفماكس.com.